أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله في الدرس الثاني من سلسلة تعليم الورد. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نتعلم في كيفية التعامل مع الصور، ونقصد بالتعامل مع الصور إزاي إن أنا أدرك صورة داخل المستند، إزاي نتحكم في الصورة بالتصغير أو التكبير، إزاي إن أنا أقص جزء من الصورة، إزاي إن أنا أقدر أعمل تدوير للصورة، ازاي انسق الصورة داخل الفقر. لو افترضت انا عندي مستند زي المستند ده كده، وعايز ادرك فيه صورة، بقف بمؤشر الكتابة كده في المكان اللي انا هقف فيه، وليكن زي هنا كده، واطلع على قائمة عشان ادرك صورة، قائمة انسيرت، اقول له بكتشر. كده بيظهر لي مربع حواري بيقول لي فين مكان الصورة اللي انت عايز تحطها. بختار مكان الصورة، ولكن عندنا الصور موجودة على ديسكتوب، في على فولدر اسمه بيك، بختار الصورة بحطها اهي. كده يبقى انا ادركت الصورة، يبقى كده كده ادركت الصورة، وظهر لي على الصورة نفسها في مقابض للتحجيم، سواء اكبر منها او اصغر منها الصورة. المقابض دي في الزوايا على شكل دوائر، وفي مقابض في المنتصف على شكل مربعات. الدوائر اللي في الزوايا دي بقدر من خلالها اكبر او اصغر العرض في نفس الوقت. اما المقبض اللي في النص زي ده كده، بقدر اتحكم منه في عرض الصورة، ولما بقف عليه بالماوس بلاحظ شكل الماوس بيتغير لسهم ذو رأسين، رأس داخل الصورة، رأس خارج للصورة. داخل الصورة معناها كده، لو سحبت يمة الصورة كده معناها انه هيعمل ايه؟ هيعمل تصغير لعرض الصورة. نفس الحكاية بالنسبة النقطة دي، بتعمل نفس العمل. عندي هنا النقطة في المنتصف دي بتعمل كده سهم ذو رأسين لأعلى والأسفل، معناها الأعلى هيصغر ارتفاع الصورة والأسفل هيكبر ارتفاع الصورة. نجرب كده. بتحكم ازاي؟ بقف على بدوس كليك شمال بالماوس، ودنيه ضاغط، واتحرك بالماوس. اما المقابض الموجوده في الزوايا دي، بقدر من خلالها اصغر او اكبر في نفس الوقت. اضغط، اقف عليها، اضغط بالزر الايسر للماوس، ودنيني ضاغط، واتحرك زي ما انا عايز. لما بنتهي على الحجم اللي انا عايزه، بسيب ايدي من على الزر الايسر للفار. يبقى كده انتهينا من ازاي اتحكم في حجم الصوره. ممكن انسق الصوره، باجي على قائمه هوم، واقول هنا ايه في المنتصف. طبعا بلاحظ الاول ان انا بكون محدد الصوره، يعني انا حبيت اعمل المنتصف هنا، هلاقي اللي هيبقى عندي المنتصف مين؟ كلمه ماهيه التسويق مش الصوره، لان انا محدد مين، انا واقف على السطر بتاع ماهيه التسويق. لكن انا عايز الصوره تيجي في اليمين، اضغط عليها كليكه واحده بالماوس كده، وكده ظهرت المقابض، معناها ان انا حددت الصوره. واجي عندي على الاداه دي تنسيق في اليمين، او اختار تنسيق في اليسار، او تنسيق في المنتصف. طيب انا عايز اقص جزء من الصورة، اما انا بقف على الماوس كده على الصورة كده، اول ما هضغط هنا بتظهر لي قائمة في قائمة فيو دي، هنا هتظهر لي قائمة اسمها فورميت هنا كده، ابص كده بس لازم احدد الصورة الاول. ظهر لي قائمة اسمها ايه؟ فورميت. فورميت دي اقف عليها تك كليك كده، فيها كل الاوامر الخاصة بالصورة، منها ان انا لو عايز احط للصورة في برواز زي ما حضرتك شفت كده، لو ضغطت كليك هختلف برواز، وادي شكل برواز تاني، وادي شكل ظل للصوره. دي كلها تنسيقات جاهزه للصوره. انا هنا لو عايز اقص جزء من الصوره، بختار اداه الايه؟ الكروب اهي، ادوس كليك عليها كده، اخترتها، ظهر لي مؤشرات الكروب الصغيره اللي هي القصه من الصوره. باجي هنا كده واضغط على الزر الايسر للماوس، واسحب لجوه، انه بادئ هو مش هيصغر، هيقص الجزء اللي انا داخل بيه باللون اللي انا داخل بيه اللي اتحدد باللون الرصاص ده، ده هيتقص من الصوره خالص. ابص كده، لما انتهي ارفع ايدي من على الماوس، وافقت كده، ادوس انتر كده، البرنامج نفذ لي موضوع القص. طيب عايز ارجع جزء اللي انقص، ارجع منه حته تانية، اقف عليها وبخش على قائمه فورمات، بختار على كلمة كروب، واجي هنا على المربع الصغير ده، واسحب كده، هيبدأ ايه؟ يرجع لي الجزء اللي انا عايزه.
بعد ما انتهي كده ادوس ايه انتر. طيب انا عايز احتاج اعمل تدوير للصوره، يعني الفها بزاويه معينه، يبقى لازم الاول احدد الصوره، هي حاليا مش محدده. احددها ازاي؟ اقف على اي جزء من الصوره وادوس كليك شمال بالماوس، الاحظ ايه؟ ظهر المؤشر في الصوره من فوق، في كده الدايره الخضراء بقف عليها، بص الاقي ظهر لي سهم التدوير، اضغط كليك شمال بالماوس ابص الاقي شكل السهم اتغير وبقى اداني اربع اسهم صغيره. لو اتحركت الماوس في اي زاويه، في اي زاويه يمين كده شمال بيجي معايا شمال، اتحرك يمين يجي معايا يمين، وهكذا اهو. طيب عايز ارجع دوران تاني، اجي بالماوس فوق الدايره الخضراء دي واضغط كليك شمال بالماوس، الاقي شكل السهم اتغير لاربع اسهم، اسحب كده يمة يمين، يبدا الصوره ايه؟ طيب عندي حاجة أخيرة، إزاي أنا أنسق الصورة داخل الفقرة؟ بمعنى إن أنا شايف إن الصورة هنا كده الجزء اليمين منها فاضي، فراغ فاضي، والجزء الشمال فراغ فاضي، رغم إن حجم الصورة صغير. أنا ممكن أنسق الصورة بحيث أخلي إن الكلام ملتف حوالين الصورة، بحيث بدل ما تاخدني مساحة فاضية كبيرة كده، لأ تاخد المساحة على قدر الصورة فقط. بعمل الكلام ده إزاي؟ بقف على الصورة برضو على قائمة فورمات اللي ظاهرة عندي دلوقتي حاليا. طبعا قائمة فورمات دي ما بتظهرش الا لما احدد الصورة، يعني لو خرجت من تحديد الصورة كده في اي مكان خارج الصورة كده دوس كليك، الاحظ ان قائمة فورمات اختفت، لان القائمة دي متعلقة بس بالصورة. ارجع تاني احدد الصورة، اقف على اي جزء من الصورة واضغط كليك شمال، الاحظ قائمة فورمات ظهرت. اتك تك على قائمة فورمات كده، في عندي هنا حاجة اسمها ايه؟ الراب تكست. المقصود بيها ازاي انسق الصورة داخل الفقرة، ومديني عندي كذا خيار. انلاين ويز تكست، يبقى هي على سطر واحد او سكوير، او حضرتك لو شفت كده في الماوس شوف شكل ايه اللي هيتم في الكلام حوالين كل الصورة كده. بلاحظ هنا لما اخترت تايت كده لاحظنا ان الكلام بدأ يظهر حوالين الصورة. ماشي بص كده اخترت كده، الاقي الكلام جاي حوالين الصورة. بالتالي لو جبت الصورة في الشمال كده، اختار هنا من المحاذاة واخلي الصورة في المحاذاة شمال. طبعا هنا المحاذاة اتلغت، ليه؟ لان انا هنا مختار في التنسيق في الراب تكست، مختار هنا ايه؟ في التايت. لكن ممكن اختار حاجة تانية عندي زي توب بوتوم، زي بيهاند. عندي هنا جزئيتين ممكن اخلي الصورة هي خلفية الكلام، يعني الصورة خلف الكلام من ورا، وممكن اخلي الصورة هي فوق الكلام. ماشي، كده لو حبيت اتحرك بالصورة على الجنب الشمال بالاسهم بقى، لان هنا التنسيق عندي هيكون اتلغى بعد ما اخترت الفورمات، هنا اتلغى التنسيق عندي، فعايز اتحرك بالصورة في الجنب الشمال، اتحرك عن طريق الاسهم اللي موجوده في الكيبورد، الاربع اسهم اللي هو يمين ويسار وعلوي وسفلي، اتحرك بالجنب الايسر كده، الاحظ ان ايه الصوره بتتحرك، وان يبدا الكلام بيلف حول، ياخد موضوع حوالين الصوره كده. يبقى انتهينا من الجزء الخاص بالتعامل مع الصور داخل برنامج الوورد. شكرا.